مرحبا، كيفكم صديقاتي؟ بسوي اليوم معاكم صينية الدجاج مع البطاطس، مرة لذيذة ومغرقة بالأجبان. أولا عندنا بطاطس على حسب كمية الأشخاص اللي بياكلون، تسوين 4 أو 5 حبات. أنا سويت تقريبا 4 حبات، قاعدة أقطعه بشكل صغير جدا عشان يسهل علي بالقلي، لاني راح اقليه وبعدها راح نحطه ان شاء الله بالصينية. وبعد ما خلصنا تقطيع البطاطس نيجي حق الدجاج، وراح اقطعه بشكل صغير جدا حتى يسهل علي حمسه بعدين ونحطه بالصينية مع البطاطس. انا اخذت تقريبا دجاجة كاملة قطعتها بهذا الشكل، على حسب هو كمية الاشخاص اللي بيجونك او اللي بياكلون من الصينية نفسها، اذا حاب تزيدين عن دجاجة او تنقصين براحتك. وهنا جهزت المقلة وراح اكب عليه الزيت، زيت نباتي، على اساس انه راح اقلي فيه البطاطس، وراح اشيل شوي من الزيت واحمس البصل مع الدجاج فيما بعد. والان حطيت البطاطس، طبعا احسنوا في اختيار البطاطس حتى ما يكون من النوع اللي يتشرب الزيت كثير، حاولوا انه ما يتحمر بسرعة، على الأقل يكون لونه ذهبي فاتح، على أساس إنك راح تدخلينه بالفرن مع البشاميل وراح ينضج. وهذه النتيجة تعتبر نتيجة ممتازة، ما يحتاج إنك تقلينه أكثر. وانتي تطلعين البطاطس من الزيت حاولي تحركين هذا على اساس انه ينزل منه قطرات الزيت في المقلاة وما يتشرب كمية كبيرة من الزيت. الان بعد ما طلعنا البطاطس حطينا البصل، طبعا شلت كمية الزيت الكثيرة، شلناها على جنب وحطينا البصل ونحركه على النار حتى شوي يدبل ويصير قوامه لين نوعا ما، وحطيت معاه فلفل اخضر وبظل اقلبه حتى شوية ينضج. والآن راح أحط عليه الدجاج اللي قطعناه من قبل، راح أحط في المقلاة مع البصل والفلفل الأخضر وراح أقلبه حتى يتكون اللون الأبيض على الدجاج، بكذا يكون جاهز وبصب عليه الموية. والآن نجي للخطوة المهمة، راح أحط تقريبا 1/4 كاسة زيت وتقريبا 1/2 كاسة طحين، وراح أقلبه مع بعض حتى يتحمر شوية الطحين ويعطي نكهة لذيذة مع البشاميل. بصب عليه 3 كاسات حليب وراح أخلطه حتى فقد الطحين الموجودة راح تذوب مع البشاميل، وراح احط عليه مكعب ماجي وبعدها راح اخلطه مع بعض حتى يذوب مكعب الماجي مع اللي هو البشاميل، وراح احط 1/2 كاسة جبن واظل استمر بالتقليب حتى يتجانس الخليط مع بعض، وحطيت شوي كركم حتى يعطي لون حلو مع البشاميل.
وننتظر لما يكون قوامه بهذا الشكل ثخين نوعا ما. وبحط مكعب ماجي على الدجاج، وبحط كذلك كركم، وبظل أقلبه وبخليه لما ينضج. وهذه حمسة الدجاج لما نشفت الموية، بقى شوية فيها من الصلصة نخليه ونسكبه على الصينية، ونسكب عليه البطاطس اللي قليناه ونقلبه مع بعض حتى يتجانس جميع الخليط مع بعض. وهذا بعد ما خلطناهم مع بعض، حمسة الدجاج مع البطاطس، راح أحط عليه جبنة عكاوي، وبعدها راح أحط عليه جبن شيدر، وبعدها راح أحط عليه جبن موزريلا، بعدها راح أسكب البشاميل عليه، وأحاول إنه البشاميل يغطي جميع الصينية حتى من الحواف. نرجع مرة ثانية ونحط جبن عكاوي على خليط البشاميل، ونحط فوقه جبن شيدر الأصفر، وآخر شيء بحط طبقة كثيفة نوعا ما من جبن الموزاريلا، وندخلها الفرن مدة ربع ساعة من فوق ومن تحت ونطلعها. وهذا شكلها بعد ما طلعناها، راح أقطعها وأبينها لكم. صدقوني يا بنات، الطعم مرة لذيذ ومرة روعة، وتصلح للعزايم والمناسبات. سويها وعلى ضمانتي، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو، وكذلك تابعوني في وسائل التواصل الاجتماعي تشوفونها تحت في صندوق الوصف.